سنين نادي والدمع يجري إلهي بفقد أبو اليمة انكسر ظهري ونحل عظمي وذبل عودي وخلاص صبري شبق بعمري شلي بعمري دخيذ عمري دخيذ عمري ترى الفاقد حبيب الموت ما يهم إلهي كل شخص من يفقد أحباب. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين، ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عبست وجوه القوم والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص بالأوساط وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا ما كرذوا غضبان على ملمومة، إلا وحل بها البلاء المبرم بطل صبغ الخيول برمحه حتى غدا، سيان أشقر لونها والأدهم بطل تأرث من أبيه شجاعة فيها أنوف بن الضلالة يرغم. ميكروفون هنا الشباب، ما هو ميكروفون ثاني، جزاكم الله خير. اجت زينب الحرة المعصب بيدها، اجت زينب الحرة المعصب بيدها تهلهل والهلاهل لابن والدها، تهلهيل والمدامع شبكة السيل، سنت رحم الله والديك عزيزي، تهلهيل والمدامع شبكة السيل
تقل والكلايف غير اهلها تشيل، هاي الخيل قوم انهض تلقى الخيل سبع الخيل يا ذا عورها تندها. سمع ندهة الحرة وسمع نخواها، نهض طاعون عدوان ومناياها. تعالوا شوف من قام وتلقاها، هلا يا زينب اشتردين ينشدها. نشدها وذبت المعصاب قالت شوف بيض وسمر سمر الجنة وبيض سيوف، هاي سراب وهاي ركز وهاي صفوف، هاي الزلم وصلتنا وجزت حدنا. يقلها حدنا بشار بمتوهم اليقراب، ظنوة والدك حيدر الطر مرحاب. شنه الخيل شنه صفوف شنه سراب شنه الزليم تخسى وتوصل شحدها. تقل عرفه ياك ظخر حيدر ضمك لهاليوم، وعرفك لي ثياف عيصل الحزوم. كف القوم سيفك يا عجيد القوم، سيف من علي مضخور واحصدها. يقلها لك عين التشوف احصد وخرب الكيف، وين السيف هذا اليوم يوم السيف. اخل الطاس والفارس على التنصيف، انتو كربلاء والسيف شاهدها. تقل يا ظخر لك شهد لك يوم شهد لك يوم يوم القنطرة المشهور والطاف للقيامة بيرغ منشور. هذا يومك يا ابو فاضل، هذا يومك وانت لمضخور، شيمختك وابوها والنبي جدها. بدتها بددها ونده يا والدي يرضيك، بددها ونده يا والدي يرضيك، شبلك يا علي وعلوم ليتاتك. قلت لي كربلا يومك وعار عليك، اديت الامان لجنت رايدها. توجه الى العلقم جاب الماء الى عطاشا كربلاء، ولما وصل استقبلته العقيل زينب. اجوا زينب تحي بيها ليا المشرج بهمي، وسكنة تقول وين الماي يا عباس يا عمي. يقلها يا قتلك على الماي اجيب يا عوض دمي، انا عمك وخزي انا
وجبت الماي بالقوة، اجت اطفال والنسوان اخذ بيده يدير الماي، وزينب تاخذ من ايده اخوي تقول واف اخواي، من مثل يشيل الماي وهذا ناشف عن هاي، قلبه من العطش حامي وكبده من الظما متشوى، وجودك مبارك من سلم عمرك، وجودك وأريد الله يدي منه، وجودك يا أبو فاضل شمخ فخرك، وجودك ولا مثلك خوي وأسى خوي، ايه ما مثلك خوي واسع، ايه خوي ايه. هو ايش يقلها؟ يقلها علما انا الشايع بين الخلق، علما أولى ركز فوق شاط النهر، علما تشيل زينب شفتها تلوج، علماي لجيب الماي وازجيها بدي، اي لجيب الماي وازجيها، اي بدا اي تقل انا ما شفت بنبه تشحنين، اقل لو يحط ايده على العين ويقل لي يا زينب اشتردين، انا لجلك اتلف شمالي واليمين، اي بس كون انت يا خويا تايا منين. ابو الفضل العباس ساقي عطاشا كربلاء، يقول الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام إن عمي العباس، أو قال الإمام زين العابدين عليه السلام، ما عطشت هاشمية وعمي العباس موجود، ولذلك يسمى بساق العطاشة. أنا في يوم أبو فاضل ما أتطرق إلى موضوع، موضوع كل رثائي أبي الفضل سلام الله عليه، لكن هاي الإشارة هامتني بركة أبي الفضل العباس، وهاي من الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، رحم الله عمي العباس، كان نافذ البصيرة صلب الإيمان، بعدين شو يقول؟ بطلا شجاعا تهابه الفرسان أو الأبطال. شوف هنا الإمام الصادق لما يقدم كلمة، شوف هاي الكلمات التقديم والتأخير إن كانت في القرآن أو عن نبينا محمد اللهم صل على وعن أهل بيته سلام الله عليهم. هاي الكلمات لما يصير فيها تقديم أو تأخير، حينما تقدم كلمة على كلمة تؤخر كلمة، هذا كله قضية عشوائية أو أنه
المنطلق بذلك هو الحكمة، يعني من حكمة هذا يكون، هذا في الحقيقة مو يكون عشوائي، وإنما شنو؟ عن حكمة إلهية. كذلك الإمام الصادق، شوف هنا وهو الامتداد لجده المصطفى، الامتداد للسماء. الإمام الصادق شي يقول سلام الله عليه؟ يقول رحم الله عمي العباس، أول ما يقدم كان شنو؟ نافذ البصير. أنا هيا شبابتي هواي أسأل كلمة، ما أرد يعني أزيد الكلام عليها يعني هواي، وإنما يعني الإنسان اللي عنده بصيرة. طبعا هناك فرق بين البصر والبصيرة. البصر شوف العين المادي، ولكن المهم وين؟ بصيرة، ليس تعمى العيون وإنما تعمى القلوب التي انطوت بالصدور. فالنظر الحقيقي هو نظر البصيرة، يعني الإنسان يتبصر بالأمور، لا يستعجل. جانب العجلة يجب أن يلغى من حياة الإنسان، لا يستعجل إلا بالخير، أن الإنسان يتسابق إلى عمل خير إيه؟ ولكن باقي القضايا الأمور الحياة بالحياة، أنه حتى هسه مثلاً سيدنا مثلاً قضايا الخير مثل الزواج همان يعني نستعجل هم لا ما يخالف. فشوف كلها يريد لها تبصر، يعني يقول النبي استشر وشنو واستخر. وكل القضايا أيضاً هنا يجب عليك أنه تفكر بيها. هسه هنا بالقرآن عندنا آيات كثيرة تسمى عبادة شنو؟ عبادة الفكر. تفكر، تتفكر بالأمور، تتبصر بالأمور. فإذا تبصرت بالأمور في الحقيقة راح تنفتح لك كثير من الآفاق وكثير من القضايا. فلا تستعجلون، واستشير، لكن مو تستشير لك واحد فاسق أعوذ بالله، وتستشير لك واحد خمار، تستشير لك واحد يعني منا ومنا الخمارة والمخدرات والفساد أعوذ بالله. استشر اللي إنسان يحبك، أبوك، أمك، أخوانك، أكو ناس مؤمنين تستشيرهم. ويقول الإمام علي، يقول للمالك، يقول لدير بالك تستشير ثلاثة هذول لا تستشيرهم، إياك وأن تستشر البخيل، وإياك وأن تستشر الحريص، وإياك وأن تستشر الجبان، فإنها صفات مذمومة شتى. هاي الصفات، صفات شتى مذمومة اجتمعت شنو؟ في معنى واحد. هذول لا تستشيرهم. الإمام علي يقول على كل حال، ومس أنا تكلمت في كلام أيضا في هذا الجانب بما يتعلق الصداقة والناس المؤمنين وكافي. فإذا نافذ شنو؟ نافذ البصيرة، صلب الإيمان. شوف هنا الإيمان مقدمته شنو؟ تفكر، بصيرة، تفكر. ومو تتحامى للأصدقاء. أكو كلام عن الإمام الصادق سلام ويحمني، قال الإمام جعفر بن محمد الصادق: إن من علامة المؤمن أن لا يظلم الأعداء. إلك خلق تسمع الكلام؟ من علامة المؤمن شنو؟ رد وياي، أن لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء. موكوس مقولات، أنا ما أرد أتكلم يا أخوان، والله ما أرد أتكلم، يعني من أتكلم أنا أرد أن أعلى أبو فاضل، بس الكلام هسه أكو مقولة بالمجتمع عند الناس، شي يقول لك؟ يقول لك أنا وأخوي على بن عمي، وأنا بن عمي على منه. أسألكم بالله سؤال، هاي حديث عن رسول الله؟ جاوبوني، شنو هالقيم هاي؟ أصلا مو قيم السماء. الناس ترى هواي ناس ماشي بيها واقعا. تشوف حتى أنا شايف مجالس ودواوين كذا، لما يصير خلاف بين أخوك وصديق لكم، تشوف واحد يصير ويا أخوه، صح لو لا؟ وشايفين على أي أساس تصير أنت ويا أخوك؟ ما يجوز شرعا، ما يجوز. الجانب الشرعي إذا أنت متشرع تروح تشوف شنو المظلوم وين،
صح لو لا؟ انصر أخاك ظالما. شنو يعني انصر أخاك ظالما؟ أو انصره ظالما أي قدم إليه شنو؟ النصيحة. قل لا يا أخوي هذا غلط، مو تغش، إذا غشيته ما نصرته. فإذا هاي هذا أخواني ترى دين، هذا يدفع البلاء، مو كلام عادي. نعم هكذا هو الإسلام، هذا الدين. فأنت لما يصير خلاف بين أخوك وصديقك أو أي شخص زين قريب إليك وبعيد، أنت واجبك الشرعي اللي الله رسم عليك هو شيء واحد. شن هو واجبك؟ مو تصير ويا أخوك على مثلا شيء إنسان غريب أو بعيد أو كذا، ابن عمك أو كذا، لا قريب أو بعيد، وإنما شو تصير أنت واجبك الشرعي أن تصلح ذات البين. هذا واجبك الشرعي. هذا صح لو غلط كلامي؟ جاوبوني إخواني. أن تصلح ذات البين، عامل خير. قال أمير المؤمنين: سمعت عن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. لما تصلح بين اثنين متخاصمين، تدري هذا الإصلاح بين الاثنين المتخاصمين شو يصير؟ هذا يسر خاطر محمد وآل محمد. طبعا أنا قلت لك إذا أفتح آفاق كلام طويل بهذا الجانب عن الإمام الصادق، عن الأئمة، على كل حال شاف الاثنين قال وين هذولا؟ ما أشوفهم الإمام الصادق. قالوا لا سيدي هذولا صار بينهم خلاف وتخاصموا. فقال الإمام الصادق: كلاهما ممقوتان، الظالم والمظلوم. لك خلق تسمع الحكي؟ هذا إمامك الصادق يعني عن الله. شوف ديننا دين الإسلامي دين ترابط، دين محبة، أليس هذا الصحيح أخواني؟ هذا الدين الإسلام، هذا الدين ترابط محبة. هاي الصلاة الصيام كله من أجل أن يكون ترابط ومحبة بين الناس. قالوا للظالم المظلوم، بالله الظالم بظلمه، المظلوم ليش؟ قال المظلوم بمعنى الحديث لماذا لا يذهب إلى أخيه ويقول يا أخي أنا الغلطان، حتى لو كان هو مو غلطان، أنا الغلطان وأنت صاحب الحق وأنا أعذرك زين، وأنه يتواصل. بعدين إيش قال؟ قال هاي حديث أيضا عن الإمام الكاظم، قال الإمام موسى بن جعفر: ليس من شيعتنا من هجر أخاه. شو كل عباد، فأنا جبت على يا أساس على هذا الأساس اللي أن الإمام الصادق سلام الله يقول العبادة شنو؟ عبادة رحم الله عمي العباس كان نافذ البصيرة. من يصير عندك بصيرة، تبصر بالدين، بالعلاقة بالله، شو يصير عندك؟ يصير عندك إيمان نافذ، مو إيمان عادي، صلب، مو عادي، صلب الإيمان نافذ البصيرة، صلب الإيمان. فهنا يا أعزائي أبو الفضل يقول: وعرضت له الدنيا وما فيها. وإجا شمر وابن سعد وقال شمر أنه إذا تصير تويانا فأنت قائد عام على هذا الجيش، وأي مصر تريد وأي مكان فأحنا نعطيك. يقول: فنبض العرق الهاشمي في جبين أبي الفضل وقال: تحسن لك يا شمر، إن الله ما خلقني من أجل خاطرك ولا من أجل خاطر ابن زياد، وإنما خلقني الله من أجل خاطر هذا الغريب المنحني، وأشار للحسين. وإذا شئت الشهادة والسعادة هلم معنا وانصر أبي عبد الله الحسين. قال له: أنا الله خلقني من أجل خاطر الحسين، كذلك أنتم يا مؤمنين الله خلقكم من أجل خاطر الحسين، من أجل خاطر رسول الله، من أجل خاطر أمير المؤمنين، من أجل خاطر الزهراء سلام. وهذا كلام النبي مو كلامي أنا أملي عليكم. أبا هذول اللي يعقدون مأتم الحسين
اشئلهم في حديث مفصل يضيق الوقت أذكره لكن كشاهد، اشئلهم يا رسول الله، قال النبي لا أدخل الجنة إلا بهم، قال علي وأنا أسقيهم من الحوض، قالت فاطمة وأنت يا حسن، قال أنا أقودهم على الصراط. طبعا هنا الزهرة قالت أنا أخرج لهم شفيعة، الحسين قال أنا من زارني زرته ولو كان في النار أخرجته. شوف هذا قصدي من الكلام، قالت لأبوي إذا ولدي الحسين يقتل في زمن خالي مني ومنك ومن أبيه، يعني لا جد موجود لا أخو موجود لا أم لا أبو، إذن من الذي يعقد مأتمه ويبكي على مصيبته؟ فقال النبي بني فاطمة أخبرني جبرائيل عن الله بأنه خلق له شيعة ومحبين يبكون على مصيبته ويعقدون مأتمه. قالت لي أبوي ذولا فضلهم كبير اشئلهم، قال النبي لا أدخل الجنة إلا به، قال الإمام علي أنا أسقيهم من الحوض. واقعا هسه لا تقول والله هذا حكي موالين يحجون كموالين الأهل البيت، لا، الموقف في يوم القيامة بيد فاطمة الزهراء، هي الشفيعة هي الناظرة، هذا مو كلام يعني ناس خاصة يعني كما محسوبين على أهل البيت، لا، تعال شوف السبط بن الجوزي، السبط بن الجوزي تلميذ من تلامذة ابن تيمية، شو يقول؟ الله، في المسجد الأموي كان يتكلم بالأحكام الشرعية، قام له واحد قال له شيخنا اليوم يوم مصاب الحسين وانت تتكلم بأحكام الشرعية، هذا يوم عاشوراء يوم فجع فيه رسول الله، فجع فيه رسول الله. هسه دارت أبوك لو دارت أخوك لو ابنك الله يحفظ الجميع، ترضى واحد يسوي بها احتفال؟ جاوبني، ما ترضي، يقول لك والله تهانينا مبروك ترضى؟ فالحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه، هاي قيم إخواني، هاي الله يجازي عليها يعاقب عليها يثيب عليها، مو شي سهل هذا. قال يا شيخ هذا مصاب الحسين وانت اذكر لنا مصاب الحسين، هذا يوم يوم عاشوراء يوم فجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بريحانته وسيد شباب أهل الجنة إمام المسلمين أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وذكر كلام هسه قلت لك شوي الوقت، فهنا يقول أطرق السبط بن الجوزي، الناس سكتوا في المسجد الأموي مليء يردون يسمعون شنو رد السبط بن الجوزي اللي هو تلميذ من تلامذة ابن تيمية، شنو رد؟ يقول بعد ذلك رفع رأسه السبط بن الجوزي ودموعه انحدرت على خده على لحيته كما في الرواية، وهو يقول ويلون لمن شفعاؤه خصماء والصور في نشر الخلائق ينفخوا، لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين مخضب. موقف والواقف بذاك الموقف رسول الله صلى الله عليه وآله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. على قلت لك الحكي شوي أخذني، على كل حال إيه عاد هنا قال تحسن لرأيك يا شمر أن الله خلقني من أجل خاطر هذا الغريب المنحني. عاد هنا العقيلة زينب صاحت يا عباس ري أضلع لهونك اشعدهم اعداكم يندهونك وبأمرة الجيش يواعدونك.
أنا لوني تغير وحق لونك. قلها يا زينب جيت تظنين جيت تظنين روحا وعوف عضيد الحسين وعنايك لو تنجلب صوب انا اردها بشمال دون اليمين اي بس كون انت يا زينب لا يا 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 عاد العقيلة زينة يقول اجت بجمع العائلة والأطفال وقلبها يتلظى عطشا اجت زينب وذبت المعصى جدام أخوها ولد معصى تقل لي ابن والد جئتك بمطلب عطاشة ونريد الماي نشرب رجف شارب المهيوب وغضب رق المشرع ولا الماي من طاب حرام عليه الماي يشرب الذكر ذكر قلب أخوه حسين عطاب الذكر قلب أخوه حسين عطاب عليه بالسياف قوة غرف ماي غرف ماي لا كان ما تروى ما تروى رد وردت حسبة الخو وفا وفا نتعلم الوفا حسبة الخوة يا هاي مثل خوته لا تظن خوة يا جايبته وحالة بايا يا سخوة يا نفس بعد الحسين هوني وبعده كنت أم لم تكوني. والله ودي أقرأ الأبيات بعد من اللي إجا. يقول جاءت له سكينة إجت سكنة لعمها وطلبت الماء يا عمي يا ضخور من حدر الها أنا ضام يا وريه إدن ماي منا يا ساج الضام يا المذكور عنا يا عمي من الرداء الله أرجوك تطحق اليوم لبو فاضل يا عمي من الرداء السالم عسنا عمي يا سعيري العطش بحشاك
يقلها يا ضامية او عباس عمي يا عم الماي هين لا يهمه تظنين وانا عدل يمك او سيفي يا عمي طوع يمناي. توجه ابو الفضل الى المشرعه بس يقول شلون قلبه كانه الحديد الحاميه من العطش وصل للماي، مو أنه تذكر لا، وإنما أخذ الماء بيده، شال الماء بيده، أخذ ينظر، شوف هاي نافذ البصيرة، أخذ شال الماء بيده، أخذ ينظر للماء، قام يحكي ويا الماء، شو يقول؟ يا نفس بعد الحسين هوني وبعده كنت أم لم تكوني، هذا حسين شارب المنون وتشربين بارد العين. إخواني ترى هذا القرآن عملي عملي، يعني قاعد يعني يطبق القرآن عمليا. الذين يؤثرون على شنو؟ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله وما أشرب الماء، أبو فاضل وذب الماء من إذا إشلون أشرب وأخوي حسين عطشان، شلون اشرب؟ اريد داخل الحسينية خارج الحسينية، هني على اللي حصل له ونت في ايده، والنية لرسول الله صلى الله عليه وآله. يا الله يا الله ادي دورك. شلون اشرب واخوي حسين عطشا مأجور؟ سكنة وحرم وأطفال رضعة، وضعن قلب العليل التهابني يا ريت الماي بعد لاحق إلى ومار. لا تبتر ظل وياي. شاف الماي يجرب طون حي، رحم الله والديك، قال ذوق قبل اخوي حسين هيهات، وظل طفله يا ويل من العطش مات، وانا موتي قرب والعمر قصر، ملأ القربة توجه الى المخيم، قال ابن سعد ويحكم حولوا بين العباس وبين أن يوصل الماء إلى مخيم الحسين، فإن الحسين إذا شرب فإنه يفني جمعكم. هنا أقبلت الكتائب على أبي الفضل العباس كتيبة تتلو كتيبة، ولا يوجد أحداً يواجه أبو الفضل مواجهة شخصا لشخص، وإنما أقبلوا مجاميع لقتال أبي الفضل وهو غير مكترث بتلك الجموع، غاص في أوساطهم
وهو يقول أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علينا المسمى حيدرة، أين تفرون اليوم يا كفر؟ قال ابن سعد ويحكم هذا ابن قتال العرب لا تستطيعون عليه، إنما افترقوا أو افترقوا عليه عدة فرق، فافترقوا فرقة بالسهام وأخرى بالنبال وأخرى بالحجارة وأخرى بالحصى حتى كثرت به الجراحات، وهو وحيدا ظمئا بين تلك الجموع، كثرت به الجراحات وصار جسده كأنه القنفذ، ولكن كل هم بالفضل أن يوصل الماء إلى عطاش أبي عبد الله الحسين، فأكثر بهم القتل وجدل الأبطال والفرسان، وأخذت الأكف والرؤوس تتطاير بين يدي، قالوا لا تستطيعون عليه إلا غيلة وغدرا، كمن له حكيم بن طفيل من وراء نخلة، فمر أبو الفضل وكان منشغلا عنه، فجاء الخبيث من خلفه فرفع الخبيث سيفه وضرب أبا الفضل على يمين حتى قطعها، رحم الله من نادى واسي. تشوفوا أبو فاضل عزيز على الزهرة، أقسم عليك بتشوفوا أبو فاضل يا سيدتي يا فاضل. هنا أخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني فإني أحامي أبدا عن ديني. جاءه عدو آخر ضربه بالسيف على شماله فقطعها، ضم الراية إلى صدره، أقبلت عليه السهام والنبال كأنها المطر حتى شك جسده الشريف وصار كأنه القنفذ. أيها المؤمنون، إن برا إليه حرملة وضع سهما بكبد القوس ورمى أبا الفضل، وين؟ أنا ما أقدر بعد أقول وين، سامحوا لأن الزهرة تتأذى من هذا السر. ثم البرأ له ثانية وضع سهما بكبد القوس ورمى القربة فأريق ماؤها، فتأسف أبو الفضل العباس لأنه لا يستطيع أو لا يأم يوصل الماء إلى عطاش أبي عبد الله الحسين، فلما قطعت اليمين والشمال، الله ايش تصور شلون وقف أبو فاضل؟ يقول وقف عباس من غير تشفي، وقاف وقفة سبع بالزور ينهم على قطعة جفوفه، موش مهتم
بس كون ما يلجود يسلم لجل حسين خلت روح ليدي نظر لجود سالم وابتشر بي سدر فرحان ما كان قطع ويدي لكن سهم الشوم اويلت لو لح علي شق الجربة وتفايض الكترة وقف عباس من شق والجربة تحسر حسرة المكسور قلبه خالف ليش أثار موج بسكن على درب تنتظر عمها يوصل للصواوي لكن أبو فاضل تأخر سكين عينها على الطريق مايا 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 سكنة تقول عم راح يا حيف سكنة تقول عم راح ما آية بطع لي أنا بعيد النهار أشوف قلبك محترق على أبو فاضل والله هنا ويا سكينة هلونا سكنة تقول عم راح ما يا جور بطع لي أنا بعيد النهار ما يا الحرم بالخيم موجة يخافن وقع صقر الغاضري يخافن وقع صقر الغاضري أنا ليش أحكي وياك حتى أوضح لك الصورة قطعه ويمينه وشماله والسهم تدري بعد وين وجسده كله مثل القنفذ سهام الشاب قال ما يخالف اروح للمخيم اروح حتى لو هذا كل هالجروح موجوده اروح للمخيم شنو القصد ان يوصل الماي لكن حينما أريق ماء القربة أبو فاضل قال بعد أنا شو عندي رايح لا يمين ولا شمال ولا عين وماي ماكو لقف سيفه بحلقة وصال موات وقال رد للحرب وقال رد للخيم هيهات يا روحي شاعتذر للهاشميات لو جني وقال للوعد رد للحروب واكبني رد للحروب راع الحمية أثار القوم خلوا لخفية تضر له وضرب راسه أيوة سير جاءه عدو بيده عمود من حديد وهو يقول يا عباس أين قولك أنا الذي أعرف عند الزمجرة قال ويحك أينما كنت حينما كان اليمين والشمال أين كنت حينما كان اليمين والشمال أيها المؤمنون فرفع ذلك الخبيث العمود الذي بيده وكان من حديد والله صعب علي مو تتصوران يعني بسهولة قاعد أحكي الحكي صعب علي أقرأ المقاتل والله يا أخوان ما أجاملكم أي والله رفع العمود من حديد وضرب أبا الفضل على
صاح ادركني يا اخويا يا ابو علي. تعنى من الخيام لا لعل قوم احسن صيح بصوت يا عضيدي وقعت بعد ما اشوف دار بيا ضوالع يا خويا الكون كله بعين يظلم وصل قال لي لا تذبحني ظن انه من الاعداء ابو فاضل لان عين بها سهم واخرى جمد عليها الدم قال امهني حتى ياتي الي يا اخي يا عباس انا حسين يم اختلى الدمع فيض دم سكنة تسلل الطفل باسمك تقل ساعة ويجي بالماء يا عم نزل 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 عنده تخاصر وانحنى عليه يحبه وشاط قلبه بقطعة ايدي شايف الجود فايض ماي ما بي شاف زنود لو من غير تشفي صاح حسين الله اريد تقرا وياي صاح حسين خويا يا شفيع يا شفيع يا خويا كسرت ظهري علي يا خويا بعد ما اضل حيل بي يا خويا الهضم عدوانك مشمتي يقول لخويا ضايع صبر بهالمصيب يا خويا الصبر قل مني انا جيبة يا خويا مصايبك كلها عجيبة العلم والجود والهامة وليدي واكبني اشوف العلم معرض فوق صدرك وشوف الراس دم صبغ نحرك وشوف الجود متعلق بكترك وشوف زنود لك من غير تشفي يا غلت نحمل من هاي المصايب اصواب الراس وسط القلب صايب خويا قطع الزنيت قطع الزنيت بيه الكبد ذايب شق الجود شق القلب نص يا خويا العلم بعدك منو يشيل يا خويا العلم عقبك من يشيله يا خويا وهضم زينب ما يا وهضم زينب يا اخو يزيل يا خويا بقيت عقبك سكنه ذليله وهباب الخيام ترتجب جيتك يا نور العين الله شوي اردنا على ابو فاضل اكو امنيه بقلب ابو فاضل
يقول من اجى الحسين ابن مسلم، يقول افتقدت الحسين، ادور ما هو. يقول بين الجموع تخطيت، واذ بي يقول شفت الحسين، واذ بي شفته متوسد التراب ويا اخي مع اخيه، متوسد التراب وحاضن اخي. وصل يم اخي ونص وحب وحط حسين قلبه فوق قلبه، وراد ياخذ للمخيم، يقل له خلين بمكان على النهر، ولو شافتك زين بشد الظهر، وقلها من عندك العباس اعتذر، لا كان من تروح خل الطوفني. حكي لك بس هنا اكو امنيه بقلب ابو فاضل، بس اقول لك مو تنسى تطلب حاجتك، اطلبها من الزهراء، مد ايدك قلها بخاطر ابو فاضل، والله يعيد علينا جميعا ان شاء الله. سيدتي يا زهراء، اي يقول حضنه شبقه، اذا عندك عزيز ما يكفيك من بعيد تقول له ثمان، لا لازم تحضنه الشبقه. زين العباس هم نفسه يشبق الحسين، يقول له يا اخويا انا هم ودي اشبقك. قعد عباس يتحاكى ويا خي، يقول له ودمعة عيون جري، يا اخويا حسين مقطوعه تدي، اشبقك بيش من تشبق علي. يقول لو انها جفوفك يا حماي الضعن، وانها وجنت امر يا خويا بيك، وانها اشلون وان حسين يا معباس، وانا ابشج ودموع عجري. لازم اقرا الابيات. قال له شنو اللي مأذيك يا اخويا، شنو اللي مألمك؟ الحسين يسأل ابا الفضل، يجاوبه ابو الفضل، يجاوبه يقول له حسين يا تاج المعالي، اسمع يا ابو اليمة يا غالي، انا ما همي، ما اسمع صوتك وياي. يقل لحسين يا تاج المعالي، اسمع يا ابو اليمة يا غالي، انا ما همني يا ابو السجاد، اي رد وياي، انا ما همني يا ابو السجاد حالي، ولا همني يمين ولا شمال، ولا ضجر السهم صار على بالي، ولا طار العمد مر بخيالي، لجن كل همي كلكم لجن كل همي الأول وتالي، زينب تظل من غير والي. هذا اللي مذيب بعد الحسين وأبي الفضل الحادي شمر، لكن وصل لها هاي الرسالة. يقول لحسين سلم على الحزين، قلها وقع راع العلم لا ترتجين، قلها قطع وجفوفة وصوب وبسهم عين، انحنى عليه الحسين، أخويا لي ايش هالساعة عفتني، اي غبت عني يا أخويا وضيعتني،
مو غفراقك شعب قلبي وفتني ومبارد بالعظم يا عباس تسعر يا أخوي. يا حاجي يقول خلى راسه بحجرة. هاي ليلة أبو فاضل يوم أبو فاضل هاي يوم أبو فاضل خلى راسه بحجرة. أبو فاضل يشيله يخلي على التراب. قال له ليش يا أخوي؟ خلي أتزوج. قال له يا أخوي الآن أنت عندي تضع رأسي في حجرك، ولكن بعد ساعة حينما يأتي شمر ويتربع على صدرك يا أبا عبد الله، من اللي يجيك ومن اللي يخلي راسك في حجر؟ يقول لي يا أخويا بخوتك ما حد مثيلك، ما حد مثيلك يا نور العين خليني أشيل. يحكي وياه يريد يرد ما سمع رد. الله وقت كلفة والأعداء حايطين ووحيد وعياله وأطفال وحاطت بهم الجموع، يقول ما سمع رد. حقق النظر، أخي عباس ما كرد. أخي عباس نور عيني عباس ما سمع جواب. أبا الفاض فداؤك نفسي ما سمع رد. حقق النظر وإذا بأبي الفضل قضى نحبه. صرخ وديها للزهرة، رحم الله من نادى يا واسي وعباسا نادى وقد ملأ البوايادي صيحة. صم الصخور لهولها تتصدعوا. شباب كلكم متداخل الحسينية والبرة، أريد نداء واحد. هذا النداء ويا الحسين وغريب كربلاء، وإحنا بعد مع الغريب ونعينه، واليواسي اليوم يحصل المواساة. نداء واحد ويا الحسين. أخي عباس الآن انكسر وقلت حيلتي. يقل لي يا عباس الظهر انكسرته، يا عباس يا طيب الخو. وراح للمخيم يقل لم ودع الله تظل بالبار، قام محن الظهر للخيم سدار. اجت سكنة تصيح الله أكبر، أشو جئتنا وحدك يا حسين. تدرون الحسين ظهر انحنى، انحنى ما يستقيم، انحنى ظهر. تقل أبوه يا وحدك يا عمي وين يا أبوه يشعوق وما رد علينا، وعدنا يجيب الماي لينا واحنا على وعد نسجت أطفال الحسين. يقلها يا ابو يا راح عمك. يقلها يا ابو يا راح عمك يا ابو يا بعد ما ينفع اعتابك وولج. يا ابو يا بعد عمك موش يمك قضم طبر يا سكنة لا تعتبين. بجت سكنة وصفقت بديها
صاحت العوض بالله يا زينب يا حزين يا عم راح عم وقطع بينه بجت زينب وصاحت وقع وين الحسين أرد يعني أقل يمكن دقيقة أو أقل يقول ما حكى ويا العائلة وين راح يقول أسقط عمود الخيمة يعني صاحب هالخيمة راح هنا العقيلة زينب تقل لأشو جئتنا وحدك يا حسين وبنوال رد وياي كلكم حافظين تقل لأشو جئتني وحدك يا حسين وابن والدك حائم الضعن وين شنو جوابه يقولها يا زينب راح عباس راح ابو فاضل يقولها يا زينب راح اخونا راح الجان بريحه ابونا بقيت وحيد يم الخدر دونه وعلي يا خويا هالعدوان تفتر يا عباس ما يا اختك وجيتك يا اللي يرهب العدوان صيتك اخويا لا تلومني حق اعتنيتك سالم يا خويا تمنيتك وتشوف العدا داست ثنيت يا ابن والدك شن غنيتك انا ميسرة ترضى حميتك يا اخوي يا الله الهي بوجه الزهرة اكفنا العلل والامراض اكفنا شر الدنيا وبلاء الآخرة أخواني القائمون بهذه الخدمة الجليلة تقبل منهم بأحسن قبولك وادعونا بالتوفيق لخدمة الحسين أسأل من الله أن يقضي حوائجنا يفرج عن إمامنا من أوصانا بالدعاء اللهم احفظ هذا البلد واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا الله وفرج عن إمامنا واجعلنا من أنصار وأعوان وارحم أمواتنا فإلى أمواتنا وأموات القائمين لهذه الخدمة الجليلة الفاتحة مشمولة بالصلاة على محمد وآل محمد. من سنين نادي والدمع يجري إلهي بفقد أبول يمن كسر ظهري ونحل عظمي وذبل عودي وخلاص صبري شبق بعمري شلي بعمري دخيذ عمري دخيذ عمري ترى الفاقد حبيبي.